شنقول لكم السلام عليكم خويا. اليوم احنا كتشوف الحاله ديالنا كي دايره، راك جيتي وشفتينا كل شيء غيب وبقينا حنايا ما عندناش فين نمشيو، ما كاينش فين نحطوا لا حوايجنا لا والو، جميع حوايجاتنا وجالسين كنتسناو. إذا متابعين شفتي بأن نسألكم في هذا البث المباشر من مدينة تمارا. يعني اليوم جينا عند واحد الأم يعني اللي ما عندهاش يعني باش تخلص، اليوم كتناشد يعني خوت المغاربة داخل وخارج الوطن، كذلك الناس مسؤولين بمدينة تمارا باش يشوفوا الحالة ديال الناس اللي ما عندهاش، الناس المعوزة. لا خلي حدايا، خليك حدايا، خلي 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 اجي حداه فوزي. اذا اليوم جينا عند السيده هذه اللي ما لقاتش، اخ ما يجيش اللي ما لقاتش يعني باش تخلص وحتى باش تكري. اليوم كتناشد خوت المغاربه، كتناشد المحسنين داخل وخارج المغرب يعني باش يعاونوها. سي عليكم عفاكم، اليوم عيطت لكم باش تشوفوا هاد الحاله، كل شيء غيب وحنا باقيين هكا، حوايجنا مرميين هنايا. قالوا لنا تمشي صافي غادي تحيدوا، وحنا ما عندناش فين نعطيو الراس، ما لقينا لا باش نكري ولا باش نخلصوا ولا حتى حاجه. وانت تشوفوا على عينيكم، تنطلب من المحسنين ومن المحسنات ومن خوتي ولا شي جمعيه ولا شي واحد يجي تعاون معنا. راه حنايا في حاله ما نقولش لك واحد الحاله صعيبه، ولادي تيتعذبوا ليا ومرضين مرضوا من شافوا الناس يغيبوا داك الشيء. ياك الشيء جيتي قلبتيهم في الدري فيه السخانه طالعه عليه بزاف مراد وما لقيناش فين نعطيو الراس. واليوم تنتمنى منهم يجيو يتعاونوا معنا، الله يرحم ليهم الوالدين والله يسهل عليهم، الله يجعل عليهم ان شاء الله الحسنات في هاد العواشر هادي. راه حنايا معذبين بزاف، راه حنا غادي نبقاو في الزنقه، ودابا جاو قالوا لك سيروا تخرجوا، يعني راه تتشوف حنا دابا نباتوا في الزنقه هاد الايامات. و11 مليون اخويا حنا ما عندناش منه، وتنتمنى من شي واحد، انا ما طمعش في 11 مليون يخلصنا على الدفعه الاولى ونمشيو حنا بحال عباد الله، هادشي اللي طالبين. وخويا شنقول لك؟ شكون الكويس يعني ما كناش ضاربين حساب، ولو انسان يعني يخدم ما غاتجمعش هاد 11 مليون اللي 11 مليون قلت لك كانت عندنا كون مشينا شحال شرينا الشقه ولا؟ كون كانت عندنا خويا 11 مليون كون مشينا شرينا الشقه شحال هادي، ما عندناش حنا يلاه تنتقاتلوا. الراجل كيمشي للموقف كيضل جالس، من نهار كاين نهار ما كاينش، كل نهار ورزقه، يعني الا جاب لك شي حاجه راه كتقضي بها دابا ما كاينش، الله يحسن العوان. وعاد وقال لك راه قال لك الكره باش نكريو، حنا ما لاقينش باش نديرو. والله خويا البارح قلت لك ما واكلين ما والو، من البارح واليوم ما واكلينش. علاش تصدمنا؟ صافي جا قال لك حيد، حيدوا منا كل شيء اللي عنده، راه مشاو حنا بقينا هكا مجالسين حويجاتنا والدراري. انا كون كان عندي اخويا نكري الولاد وما نعيشهمش في هاد العيشه هادي، الطوبه والقطره من كتكون الشتا ما كاينش نقول لك بزاف. دوزنا محنا اخويا تنقولوا الحمد لله، الحمد لله وشاكرينه، دوزنا محنا كبيره ماشي، وتنصبروا صابرين تنقولوا الحمد لله. الطوبه تجري فوقنا، الماء من تكون الشتا تقطر، ولادي تعقدوا ليا دابا الدرية هي مسكينة عندها ولسيسة خصنا نحيدها لها، ما قدرناش نحيدوا لها. ما علاش؟ حيت ما كاينش عندنا الفلوس. يعني مدة انتم عايشين في هاد البراكة؟ خويا راه سبع سنين. الله يعني إلا كيجي يعني هذا القرن ديال الترياب. يعني على غفلة ما تيجينا خويا راه سبع سنين وحنا عايشين هنايا، سبع سنين هادي وجانا هاد الشيء على غفلة ما ضاربين شي حساب، يعني ما كاينش لا فين تمشي لا حتى حاجة. ما لا حنين لا رحيم. بحال هكا حنا تنتمناو من المحسنين والمحسنات يشوفوا من وجه هاد الوليدات، ما يشوفوش من وجهي انا. والله خويا تا معذبين بزاف بزاف، والله تا معذبين واحد العذاب، وتنقول الحمد لله ونشكره، الحمد لله وشاكرينه. يعني العمليه يعني اللي في مدينه تمارا يعني كاين ناس اللي خدامين وعندهم الصالير وما قدروش يوفروا 11 مليون. الناس خدامين كما قلتي، الزوج مره يجيب الله يجيب الله. حنا ما كاينش اخويا لا حنين لا رحيم، راه تيضل قلت لك جالس لابسه مع شي بناي ولا شي صباغ، شحال كاع 100 درهم شحال دير لك؟ ما دير لك والو، الدري باقي يدير لي كوش هادي بزاف المصاريف تابعين. والله الدري راه هو مريض ليا وبغينا ندوها للسبيطار حيت كان عاطينو سكانيرات وما عطيناش. الراجل كيضل قيال يجري في سميتو لهادي
الهدي ديال النظافه باش يدخل والو ما دخلوا عمر دخلوا شي واحد دائما يمشي ويجي تيقول لك باش نتعاون حتى خرج عنده واحدنا واحد السيد قال لي خاصك شي واحد اللي يدخلك يعني اسي يا ولدي ما تبقاش قال لي دير والو والله خويا في البلديه خاصك المعارف ولا خاصك والله خويا ما بغاو يدخلوه الرساله يعني للمسؤولين مدينه تمارك كذلك الناس محسنين داخل خارج الوطن تاعي كن... المغاربه كاين الناس اللي قد يعاونوكم كما قلتي غير التسبيق اي التسبيق والله خويا ما طامعين في شي حاجه من غير التسبيق باش حنا نمشيو حنا نستقروا شويه وننقيو وليداتي وننقيو راسنا هاد العيشه هادي راه مكرفسين بزاف مكرفسين اخويا والحمد لله وشاكرينو تنقولوا الحمد لله اول مره نخرج يعني في الصحافه ولا هذه يعني اضطريت كما قلت وصل السيف ولا الزبيع يعني ما عندناش يا يعاونونا محسن غنتلاحوا الزنقه حنا ما بغيناكمش ان شاء الله تلاحوا الزنقه اخويا راه بشي راه دخل شي واحد بغى الحج او الجنه مقدام اللي بغى يدير الخير في العواشر هذه يعني الرقم ديالكم اختي تنتمنى يعني اللي بغى يتساعد حتى كاع اللي ما بغاش يصيفط يجي يشوف الحاله ديالكم جي شوفوا انا نقول لهم اجيو شوفوا راه حيت غدا عطاونا مولا غدا قال غدا صافي خرجوا للزنقه صافي ما كانش نباتوا ليا تجي بعينك وتشوف اخويا اجي نتايا على غفله وتشوفني فين نجلسوا غنجلسوا حتى حنا برا الا معاناه اخويا اللي عنده راه مشى راه بدا يغيب ومشى بحاله وحنا بقينا هنا ما كاينش اخويا الغالب الله الغالب الله اخويا اخر رساله تنقول لهم عاونوني تعاونوا معايا الله يسهل عليكم الله يعاونكم الله يعطيكم ما بغيتوا يخلي لكم الصحيحه ديالكم لما تعاونوا على وجه الوليدات على وجه هاد الوليدات متابعي كرام متابعي شوف تي في يعني الصراحه طلع يعني اليوم كتناشدكم كتقول لكم اللي بغى يتساعد يجي حتى لهنا البراكه او يتصل الله اللي بغى تنقولوا العوده اللي بغى الحج اللي بغى الجنه فهم قدامكم العائله البسيطه الصغيره الرقم هاتف اختي ديالكم شحال رقم هاتف شحال رقم هاتف 06 95 الرقم اختي ديال الهاتف 06 95 02 19 52 هنا الرقم راه حنا وضعناه الفوق غير باش نعاودو ناكدو باش ما يكونش الرقم غلط يعني متابعي الكرام كنتمنى يعني ولو يعني كما قلت لكم ما تخرج لهاد العائلات يعني البسيطه الصغيره يا بالقليل يا بالكثير يعني باش تدخلوا لهم شويه ديال الفرحه يعني تما يعني لقاو باش غير التسويق يعني هما ما طالبينش 11 مليون كاع باش نخلصوا ولا غير التسويق التسويق هذيك الساعه نتقاتلوا حتى حنا ونجمعوا نتسلفوا ونتكلفوا جات في هاد الوقيته هذه ما لقيناش منين نتسلفوا ولا منين نتكلفوا قالنا الا نتوما المحسنين وكذلك المسؤولين بمدينه تماره الرساله الاخيره غتوجه لخوتك اختي توجه لكم اخر رساله الله يرحم لكم الوالدين اللي ما شافوا من حالنا راه ما عندناش راه ما عندناش راه الغالب الله كون كان عندنا كنت حنا مشينا بحال عباد الله راه ما عندناش كون كان عندنا موليداتي دابا تيبكيو على كسوه العيد والله خويا ما شرينا لهم شي كسوه الدريه واعده بابا بدا تقول لي كذبتي علينا ما شريتيش ليا حوايج العيد والله خويا ما كسيناهم وحق الله العظيم كون كان عندنا كون فرحناهم تما بحال سميتو ايوا ما عندناش الغالب الله الغالب الله اخويا تنطلبوا من المحسنين والمحسنات وشي جمعيات ولا خارج الوطن وداخل الوطن يتعاونوا معنا الله يعطيكم الخير الله يرضيكم معاكم ان شاء الله في هذه العواشر الله يجعلها لكم جنه هادشي اللي كنطلب اذا المتابع الكرام متابع شوف تي في كنا معكم من مدينه تماره تنعاود يعني اللي يقدر يتساعد مع الناس كما قلت ولو بالقليل الرقم الهاتف راه وضعنا لكم كما سمعتوا يعني حتى من كسوه العيد ما عندهمش باش يخلصوها والله يعني هادشي اللي تيحس في النفس يعني ملي كتشوف يعني عائله يعني كسوه العيد ما عندهمش عاد باش يوك التصبيق ولا سير تكريم